أدامك الله أيها الصغير. ما دمت موجودا فأنا موجود. استمر بموسيقارك، أنت علامة حياتي ووجودي. نبدأ الآن يومنا الجديد. نكتب ما تبقى من وقائع أمس الذي مضى. نحن الآن حينما ينقطع صغيرك اهدني كي تحيا معي من جديد. صباحك يطل في رأسي فترة طويلة، وحينما يذوب سأتي إليك كالعادة. هل لا أنت أضغط مني؟ سامحني، رأسي محشو بأحداث هامة عاشت معي بمعزل عنك. النوم يا عزيز العذول الوحيد الذي يعزلني عنك. لقد نسيت أن أشكب اليوم الذي فات. وحيوية بسرعة. إنها تتسابق معك. نعم إنها تستقطع من رصيد حياتنا ضريبة تقاعد. لا تشعرين بوحشة أحيانا؟ أحيانا نعم أشعر بها. وماذا؟ جئت لزيارتك أم جئت لكي أكشف لك عن حياتي الخاصة؟ وهل في ذلك ضيف؟ لا أبدا، فأنت تعرف عني كل شيء منذ أن كنا زملاء في الوظيفة. نعم صحيح، لكن الأيام كلما زحفت تصبح لنا طعم غريب. لا بد من اكتشاف ما وراءه وما خلفه. بدأت تفلسف الأشياء على خلاف عادتك. ليست فلسفة، بل شرح الأمور نعيشها. لقد تغيرت كثيرا. كيف؟ كم مضى من الوقت وأنت لم تقدم إلي فنجانا من القهوة. يا بخيل، يا عجيب الأسلوب. لا تقول إياها، لأنني أعرف هذه الصفة وكم تخاصمنا عليها. تردين أمامي وأمام بعض الأصدقاء. كانت تغيظك بالأمس، أين اليوم وقد تحسبها دعابة؟ أين القهوة؟ اللحظة، أتدري كنت عازمة على زيارتك عند عودتي من المدينة. الحافلة وصلت فاكتشف السائق أن المحرك لا يعمل، ويحتاج العامل ساعة على الأقل لإصلاحه. فقلت لتكن زيارتي خلال فترة الانتظار هذه عصفوراني بحجر